وينك فاضي؟ فاضي يا ابن عمي فاضي. فاضي يا ليل، شو قعدت وسرت؟ حكيتو وترحم عليه وترجع يسامحني. ولك الامر فاضي، حضراتكم قاعدين عم تتفرجوا علي. ولك اخ يا عمي. وهي رجع غازي ورجع شاهين. يعني كل شيء خططتي له وظبطتي له وتكتكتي له فرط بتكه. حبسناه ظلم، وعلقنا مع شاهين، وعلقنا مع كل العالم. ناظم العالي على هوله، على بيت السعيد ومصايب بيت السعيد وتاراتهم. 12 سنة ما دقت طعم النوم مثل العالم والخلق. ظلمنا وانظلمنا، قتلنا وانقتلنا، وكله كرمال شو؟ كرماله، كرمال هالكرسي ضل منجد ونظيف ومرتب ومرستق. المهم يضل تحتك، هذا كرسي سلطان، ومن بعده ما حدا بحق له يقعد عليه غيرك. هذا الحكي قديم، هذا الحكي صار ورا ظهرنا. عمي غازي راجع على الهيبة ومطرحه ناطره. هيك العرف بيقول وهيك بتقول الأصول. غازي الشيخ الجبان زعيم الهيبة. ايه بعيدة عن اسنانه واسنان هالعقربة مرته، وإذا فكر إنه يطلع ويبلعنا بيكون غلطان. أنا ناهد عمران، ويلي بيرمي ولادي بوردة برمي بالنار. ايه بس أنا تعبت وكأمي، تعبت وربي خفي علي. الله يوفقك. أنا ما صدقت على الله يجي حدا ويشيل الحمل عني. يشيل عنك؟ قصدك ياكل حقك. حقي يعيش مثل باقي الخلق، حقي يرتاح، حقي يلتفت لحياتي،